السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد ولعبة سوبرا لاند. اليوم راح نكمل مهمتنا. للأمانة ماني عارف وين وصلت بالضبط، لكن أعتقد إنه في كذا شخص قال لي هذا جيب له الدائرة وأعطي الدائرة حطها على رأسه، الكلام هذا. فخلونا نكمل مع بعض نشوف إيش راح نقدر نسوي في اللعبة هذه. اللي أعتقد هذه اللي طالبين إياها. نضغط كذا، كيف أشيلها؟ أيوة نشيلها كذا أعتقد. تجي هنا، هذا وشو هنا؟ شكله تاجر ذا. هذا يبدو لي انه فقير، حالته حاله، ملابسه مقطعه. خلونا نشوف هذه. في واحد قال لي حطها لها كذا. لا لا لا، مو كذا. واضح انه كياس اللي تعال تعال تعال، حطها فوق راسه كذا. مشي مشي يا ولد مشي. تعال تعال، ما ادري من اللي كياس لي صراحه، نسيت المقطع اللي راح كان مبطي. هذه ما منها فايدة أعتقد. إنه وين رايح وين رايح؟ طيب خلينا نجرب نشيلها مرة ثانية. تعال وقف، خلني أكلمك. خلوه يولي خلاص، اسحب عليه. هذه ما أدري إيش الفايدة منها صراحة. خلينا نرجعها هنا، رجع عند هذا عشان إذا رجعنا بعدين نحصلها موجودة. طيب هنا هذه إيش؟ صخرة. شوف نقدر نرميها على رأس هذا. أوه ثقيلة هذه، نرميها هنا على رأس هذا. كسرتها صح؟ كسرت هذه. هل هذه اللي تنحط على الراس ذا؟ اتيس وين راحت؟ وين طيرناها؟ جيب هذه. تعال بساعدك يا اخوي، كلمني. ما يكلمني. يلبس. خلني اصمت جوالي بس. يلا ما بد الناس تزعجني الحين. اوكي خلونا نمشي على المهمه. اسحب على هذول ليلتهم طويله، يبغى لهم شويه تفكير. انا دماغي ضارب ما في اي تفكير. هذه الصخره ما ادري ايش الفائده منها. طيب يقول لي جيت ذا ماك 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 جوفن اعتقد فروم ذا بلو كريستال. لازم اروح للكريستال الزرقاء. يقول لي روح للكريستال الزرقاء ما ادري شنو. بس هذه ليش ما تشتغل الاشياء هذه؟ في طريق هنا يقول لك كريستال الصفرة هذه اعتقد انه راح نستفيد منها، بس مش الحين. خلينا نستكشف المكان هذا بالكامل. ايش في هنا؟ هذول ايش يسوون؟ ما ادري ايش يقول والله الصراحة. ما في الحين. اوكي هنا ما جينا. في صوت غريب لما مريت من هنا، ايش هو هذا؟ ليش يطلع كذا بس كذا اذا جيت عند الشجر؟ ايه اوكي. هنا في شيء اخضر، فيه باب او مدخل اخضر. نسيت ان عندي نقزتين لاني ما لعبت كم لي. اوه لا فكرت طريق سري لاني ما لعبت من مبطي، يعني اللعب هذه كم لها؟ 3 ايام يومين سحبت عليها. فا يس شوي نسيت اشياء واجد. اوكي هنا في صبغ، في صبغ. هذا احتمال 200% راح نحتاج نصبغ الالماسة هذيك. هذا ايش يبي؟ خلنا نشوف هذا ايش يبي. color them white. اوكي جيب هذه، نجيب هذه راح نصبغ هذا شبي. اوكي يعلمني انه يحط الورود هذه ويصبغ هذه هنا داخل هنا، مدري شلون يصبغ. امسك، انا نشيل هذه. جرب نصبغ هذه، لونها قوي. هذه حطها هنا. اوه ليش ما اصبغ نفسي؟ ليه دفتني هذه؟ احا لو اصبغ نفسي اطلع ابيض. دقيقة خليني احط هذه هنا. بس شلون بصبغ نفسي؟ هلا ابي. ها تبي هذه؟ ما منك اي فايدة. اوكي فهمت بعد الهجولة ذي كلها. طلع المدخل هنا داخل، لكن لازم هذا يفتح لنا. هذا سالفته سالفة. خلونا نحل اللغز حقه عشان ندخل هنا. راح اجرب اصبغ هذه بهنا ان شاء الله تضبط الخطه. صبغت. اوكي انصبغت. خلينا نشوف تمشي مع هذا ولا لا. هذا ولا يبي سفره بعد؟ تعال يا اخوي تعال. هذا عسى ما تجيه يقوم يركض. خلينا نجيبه فوق راسه كذا.
لا تحك لا تحك، فوق 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 راسه مشي يا تيس. انا اقول لك وقف عشان اضبطك. هنا ايش في اشياء هنا؟ هذه كان فيها شيء معلق، انا شلته الظاهر المقطع اللي راح. اعتقد انه راح تمشي الحركة كذا، لازم اوقف هنا فوق واجيب هذه هنا. اعتقد انها كذا راح تمشي، ولا انا قاعد اتفلسف؟ الله شلون اسويها هذه، اقسم بالله اخذت من وقتي كثير. دقيقة هذا ما يتكسر ذا. سويت شيء غريب يا ناس. ذكرت هذا يقول لي احنا نحط ورد وما ادري ايش. فشوفوا هنا جبت وردة حمراء، جالس ادور وردة صفراء، قلت ممكن اقدر اصبغ هذيك صفراء وتمشي امورها، لكن ما لقيت الا وردة حمراء. فراح اجرب الان اصبغ هذه احمر وان شاء الله تضبط، يعني ما يكون الشغله جالس. شكلها كويس هذه، والله شكلها كويس. تعال تعال، اخر مره اخر شيء راح ارمي الجوهره هذه هناك، اشوف هل راح يصير اصفر ولا لا. تعال تعال طيب، تعال خلينا نشوف الخطه تمشي ولا لا. اقسم بالله لغز، شكله غبي وشكله ما ينفع ما ينفع، لا ما ينفع. ايش الحل؟ نجرب نحط هذه اخر شيء، نجرب نحط الجوهرة داخل هناك ولا لازم ورود؟ خلينا نجرب الكريستالة هذه. ضبطت الكريستالة، ضبطت الكريستالة، ضبطت. دقيقة ان شاء الله تنفع الحركة هذه. بس اصفر اعتقد انه ما في زي كذا، خلاص لا تقفل مخي زيادة، تكفى تونا بعدين، تونا 6 دقايق ضاعت في اللغز التافه هذا. تعال هنا، هل انا حاطها صح ولا؟ ضبطت ياي. خليني ادخل معك، خليني ادخل معك. سحب علي الحيوان، جيب حقتي. راحت معك. اوكي ارمي هذه هنا، خلاص امورنا طيبه. افتح لنا الباب المروح هذا، تعبت معاه كثير. هذا وشو؟ فينشتاين هذا. اشوف في شيء هنا فوق، ما في شيء فوق. لا طحنا. كاني لمحت شيء فوق المبنى. لا تسوقها علي، اشوف ايش عند هذا. طيب اوكي مع نفسك، جالس يبربر على راسي. هذا فوق، كيف راح اجي فوق؟ كيف راح نجي فوق؟ خطه، خط اف كذا، هنا اف، قول بسم الله، اعطيه كذا. ايوه بطل. هذا كيف يكسر ذا؟ هذا وش اول مره يجيني؟ ليش احمر؟ اوه تقدر تدخل من هنا. اوكي هذا ليش هنا؟ ما اقدر اكسره، لازم اطور السيف ممكن. ما راح اقدر اسوي فيه اي شيء هذا. خلينا نجرب كذا، طلع صندوق ما راح يجي، راح ينكسر. يخرب بيته يابس، اسحب عليه ادخل هنا. هلا بيا البيت. هلا هذا وش هي؟ وش اسوي لك هذا انت؟ وش هذا؟ شفت الفلسفة الزيادة؟ كيف اكنسل هذا؟ نسيت كيف اكنسل المربع. دقيقة، وهنا الشبه هنا، هذه الاوراق وش هي؟ ايوه شريحة هذه، هلا بالريموت. المفروض احطه هنا، ايوه خلاص كذا هو المفروض. الصناديق هذه ما ادري ايش فايدتها صراحة، اتمنى ما يكون داخلها شيء كويس اتحسف بعدين. طيب فتحت لك الباب يا طيب، خلاص بس كذا ما في شيء سري منه. اوه في قطعة ثانية، ايش فايدتها؟ برضو ثالثة، اقول راح احتاجها قدام، واذا احتاجناها نرجع له. اوكي هذا ايش يبي؟ لا 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 اسحب عليه، هذا مكسر مسكين، فقع هذا. اوكي يعلمني انهم مدرعين وان وضعهم مزري. اوه باقي هنا اشياء جديدة. وش الصوت ذا؟ صوت شيء يخوف. هذا كرسي كبير، شوفوا كرسي هذا. بس الزبدة هذول اخويانا جدا متحطمين. هذا كويس راح ينفعنا في المسدس، بس نحتاج 2 كوينز، نحتاج نجيب الكوينز هذه اللي فوق. فيقول لي انهم مدرعين، ان الوضع مزري وتحتاج تعدل، يعني تعدل امورك، وضعك زفت يعني. يقول لي يمكن بسيفك تسوي ضرر بسيط، يعني ما راح تسوي لهم شيء اللي يضرهم مره يعني. اوكي
مو مشكلة مو مشكلة، حنا وراهم وراهم الليل طويل. شوف انا احتاج قطعة هنا، خليني ارجع اجيبها ان شاء الله تضبط. بس معانا انت ما تبغى من هذه؟ يا الهي يطلق كثير ذا، دقيقة ما يفتح ما يفتح، مو تبع الشريحة هذا. يطلق على مين ذا الحيوان؟ يطلق على صندوقي. اوكي المكعب يلهيه، والله ما يدمن شايفين؟ درع، كيف نلغي الدرع؟ لازم نلغي الدرع تبعهم. يخرب بيتك، اطمر من فوق اطمر من فوق. كل كل كلك تفاحة، هذه مدري ايش تفاحة في صبار، انا اول مرة اشوف. اوه هنا في ناس ما شفتهم. هذا وش هي؟ هذا القبر، شوف ما تقدر تكسره لانه عليه درع، فمعناتها كلامه سليم الشخص اللي قال لي انه القبر هذا تكسره اذا طورت سيفك بعدين. هل شو هنا داخل ايش فيه؟ هذا يبغى له المفتاح اللي هناك، راح يفتح هذا. المفتاح اللي رميناه هناك راح يفتح. هذا اللي يجينا بس هذا قوي. اوكي. انا ما اقدر اطفي هذه. هذا اعتقد تصدر لهم درع، اعتقد. شافني شافني معفن. فهذه تعطيهم الظهر، لازم اعطلها عشان. كيف اقفل الباب؟ جانا ذيبان. قفل ما تقدر تقفل. اوكي نحتاج برضو مفتاح ثاني اخضر هنا. الشغلانة مع ذولي مفاتيح وشغلانة، هذه ما تنفع. وش في حاط ورود ذا هنا؟ ايش فيك؟ مفاتيح نفس بعض هذه، اعتقد انها ما راح تفتح الا الابيض. اوكي الابيض راح يفتح الابيض اعتقد. طيب ما عندك شيء مفيد يعني؟ هذا ايش فيه هنا؟ والله ما منك اي فايدة، نحتاج مفتاح حق هذا. نجرب كذا، ما ينفع مرة ما ينفع. خلونا نشيل احتياط، هنا ما راح ينفع شيء ابد. ما في مفتاح احمر، هذه اوكي. كيف طريقتها هذه؟ والله الحيوان هذا قاعد لي. ازبن ازبن. هذا برميل هنا. ليكون هذا يعطيها الباية. دقيقة ايش فيني انا سرحت؟ يا رب يعطينا بركات قوية، خلينا نشوف. ايوه انا جالس اشيل في هذا، احذف فيه. فين مربينا اللي هنا؟ برمي لي هذا راح يشغلنا صراحة بالدرع حقه، راح يورطنا. شيل 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 شيل، ايش عنده؟ 40 كوينز، هذه راح تزيد. لا ما راح احتاج حق السلاح هذا. دمج ثلاثة بس سيف بيتك، هذه 40. لا ما راح ناخذها. اخذها ولا ما اخذها يا ناس؟ كول داون هالف، اعتقد ان هذا يصير يعني زي كذا بسرعة ورا بعض يرمي، مو كذا طلقة طلقة. وهذا الريفل سبيد، يعني بعد ما يشفط يعبي سريع. هنجرب هذا، شوف صار اسرع. هذه افضل من اي شيء موجود حاليا. خلينا نجمع الكوينز اللي هنا، نبدأ نطلع فوق. أنا متأكد إنه في شيء نلغيه عشان يوقف الباور هذا، في شيء لازم نلغيه. خلينا نجرب هذه، نضرب هذا. لا هذه يبغى لها المكعب، المكعب يكون فوق هذه، ندزه على ذيك، أعتقد شيء زي كذا. طبعا بحاول المقطع ذا اني ما قصقص كثير، في ناس واجد يطلبون المقطع كامل ما يبون تقصيص. في بعضهم لا، يقول انا ما عندي وقت اتابع انا، فاذا ما عندك وقت تقدر تسوي ايقاف للمقطع وتكمله بعدين. ف الافضل انه نطول المقطع هذا، لانه يا طحت، لانه اللعبه تحتاج شغل كثير واستكشاف وكذا، فمو حلوه اني قصقصها صراحه. كمتابع ما راح تستفيد شيء لو قصقصت، صدقني في اشياء كثير راح تفوتك في اللعبه، في اشياء متعة يا اخي في اللعبة ما ينفع اني اقصقصها. فعشان كذا تحملوا شوي، اللي مشغول عنده شغلة منه يقدر. اوكي هذه لها فايدة، لازم لها فايدة هذه. فاللي عنده شغلة منه يقدر يوقف يشوف المقطع بعدين، لانه صعب اني انزل المقطع قصير او اقصقص كثير يعني. فخلوه كذا ماشي المقطع زي ما هو، تقطيع بسيط، الاشياء اللي فيها هجولة قطعها، اما زي كذا داخل المدينة والشغلات هذه لا بتمنى تكون موجودة في التسجيل عشان
ما تكون القصة مقطعة بالنسبة لكم. اوكي علمني هذا، يقول لي انه لازم القى طريق عشان اضرب القطعة اللي فوق هذيك. خلينا نشوف هذه صارت تضر هذه ولا ما تضر. ما في اي ضرر، ما في برميل داخل هنا صح؟ اتمنى اني ما اكون نسيت برميل داخل. هذا اعتقد حاطينه عشان بعدين ترجع من هنا، قال لك انه يعني انا سويت من هناك المربع وجبته. فا اوكي هنا هذه كيف راح نخليها تطلع فوق؟ هذه ما راح تنشال طبعا الشجرة. هذا ازعجنا يا ناس اللي تحت، ازعجنا الحيوان هذا. هذا ايش الفايدة منها؟ هل نقدر نحرك هذه؟ هذه لها طريقة. شوف في خشب هنا، في خشب هنا اعتقد انه لازم ينكسر. هذه لها طريقة، هذه مثل المساكة. شوفوا لها طريقة، اعتقد ان لها طريقة. دقيقة خلنا ندخل مع الباب هذا، ادخل من هنا. وهو اللي يشوف الازرق هناك، اعطيه واحدة كذا. والله دمجته ولا لا؟ اوكي لقينا هنا السر، هذه واحدة كذا. اوكي خلنا نطلع فوق عشان نشوف ايش تسوي اصلا هذه. هنا في طريق، مكعبنا هذاك هناك نفسه ما في اي شيء. هنا نجي هنا. اوكي هذه تشغل، هذه تطير هناك. اوكي يعني ما من هذيك الف. اوه برميل، جيب 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 جيب، كان سري. جيب جيب يا ابوي جيب. لا تطيح تحت، لا تطيح تحت، ما احنا فاضيين للتبن هذا. لا 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 تطيح. اوكي نعطي هذا نشوف، ان شاء الله ما يطلع لي شيء اندم عليه. نفس الشيء يعني، اشياء تافهه اللي طلعت لي. هنا ما في شيء داخل الغرفه هذه، ما لها مدخل اصلا، لها باب بس لها مفتاح هنا. الله يشغلك في نفسك يا شيخ. اوكي ارجع انا ورا، نبغى نشوف الزر هذا وش يسوي. نبغى نشوف ايش يسوي، هل هو يرفع شيء ولا وين ممتد هو؟ لازم نرجع ورا عشان نطلع فوق. اوكي شوفوا واضح من هنا، يقول اني في شيء هنا فوق. شوفوا طيب هذا هو الزر. اوكي شفناه احنا من اول، نسيته هنا. نسوي له كذا، ما صار شيء. كذا ما يسوي شيء، ما هو قاعد يسوي شيء الزر هذا. شو ما منها اي فايدة. اوكي خلونا نروح نكتشف المكان. اعتقد اني راح اجيب شيء بعدين هنا زي كذا مثلا، وراح يطيح هذا الطوب كله. شوفوا هذا شكله يطيح، فراح نجربها بعدين نشوف. هذا ما منها اي فايدة الان، خلونا نروح نشوف هذول ايش عندهم. ازرق ليه قاعد؟ تعال تعال تعال، وين تهرب وين تهرب؟ وش قاعد يسوي منك؟ وش يسوي منك؟ يسوي عندك هنا، ايش يسوي الازرق؟ لا يكون خونة انتو. شو شغلت هذا؟ اتمي ايش؟ لا 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 لا، دائما نلف الازهار. وش جالس تهكر انت؟ ليش ماني مسموح ادخل ليه؟ خرب بيتها، بدأت تصعب اللعبة جد، بدأت تشتغل بزيادة اللعبة يعني تعصر مخك. ف ماني عارف ايش فايدة الباب اللي ورا، ولا اني عارف فايدة ذاك اللي هناك، ولا احنا عارفين كيف نطلع فوق. ديمي المقطع هذه ايش؟ هذه ايش تسوي؟ هذه ما اقدر اشغلها يا ابني، حل عني. هذا ثاني بعد هنا ما اقدر دمجه. يقول لي بالسيف تقدر تدمج، حط دبلات كذا. اي من اول. هذا 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 قوي، هذا قوي، حط كذا، اعطيته دمج بالمكعب. ايوه المكعب قوي قوي جدا، طلعت منه قلوب. هذه كانها اشتغلت ولا
والله السيف جدا قوي دمجهم. هذه كيف ندمرها؟ هذه ابغى الافياش تبع هذه. طبعا نحتاج هذه حمراء. بس انا جاء في بالي فكرة راح تهجول شوي. دقيقة اوريك. اعتقد كثير فكر فيها الشيء هذا، صح انها هجولة مشوار ترجع ورا، بس اعتقد انه هذا الحل الوحيد، ما في حل ثاني والله. لو تفحط يبغون يهجمونك شوي في اللعبة، يبغون يمططون اللعبة شوي. جربه في الباب الزفت هذا. نعم اعتقد واحد احتاج، ما يحتاج اني. شوفوا شغلنا هذه. اوكي شيل هذه. بس هذا ايش يسوي؟ ولا هذه رجع هنا. طيب انا استفدت ايه؟ خلنا نقفل هذا الزفت. طفينا، شوفوا طفينا الدرع. والله اني كان في مدخل سري هنا ولا مكان سري ولا فلوس. بس اوكي يعني جدا كويسة مش سيئة. هذا يحتاج اخضر. اوكي هذا شلون ادبر لك اخضر انا الحين؟ ما خبر فيه اخضر صح؟ ارميها هناك ولا راحت؟ ايش باقي فيه اشياء نفتحها بهذه؟ الباب اللي فوق هذاك السيرك هذا هو. اوكي اللي علينا الحين انه نحل اللغز هذا. هذه شلون نجيبها هنا؟ او شلون نضغط الزر هذا؟ شايفين الزر هذا؟ هذا يبينا نضغطه. فاعتقد الله اعلم انه خلينا نجرب نودي هذه هنا. هذه ما راح تسوي شيء كذا. راح نجرب نوديها هناك عشان نستكشف الوضع، نشوف وش الوضع. اوكي جاء في بالي فكرة واحدة، اني احط هذه هنا، شايفين هنا، واحاول اني ارميها على الطاير وانت ماشي. شايفين كذا تضغط هذه اول شيء. دقيقة تضغط هذه اللي تعطيها كذا. لا شايفين هل وقت فوق تقعد شغالة؟ عجيب. خلاص اوكي سهل الموضوع، اعتقد وضحت الفكره لكم. طبعا اللي ما تعرفون المقطع ياخذ مني وقت كبير كبير، الوقت يحتاج مني وقت كبير لما اكتشف اشياء، شغلات تافهه زي كذا مرات تاخذ مني وقت كبير. فما عندكم علم انا قد ايش اعاني من الشيء الزفت هذا، لكني اقصقص لكم فوق هذا. بعضهم يبي قصقصه وبعضهم يبي مقطع اطول. شوف فتحت هذه احنا البوابه اللي فوق. يا الله على الذكاء، مو ذكاء والله، شوي شوي يعني، في شوي ذكاء يعني، ذكي ذكي نوعا ما نوعا ما نوعا ما، لان الشغلانه تاخذ مني وقت طويل جد جد يا ناس، تاخذ مني وقت طويل عشان اني احل موضوع تافه زي كذا. لا تواخذوني اذا تلقوني. هذا يحتاج، اعتقد انه يحتاج تطوير هذا الشيء. نفتح الشيء هذا. هذا ما يكسر. دقيقه اقدر نزرف في الصندوق هذا. ليش مدخليني هنا عشان تقهروني يعني؟ ولا راح يكون اختصار بعدين؟ هذا ايش يسوي؟ يكون فتح هذا. دقيقة حط هذا. ايوه الله اني ذكي، بس شلون كذا؟ هذا بهجول بنا ذا، هذا يطقطق علينا ذا. هذه مو معقولة ما منها فائدة، لازم منها فائدة. بس خلنا نرجع كنسل اول شيء، خلنا ندخل هنا نشوف هنا المكان هذا الاساسي وش فيه. اسحب على ذاك. هنا فيه مقابر كبيرة هنا وما تقدر تدخل. بس ليش مقابر كبيرة؟ معناته في وحوش كبار؟ ما تقدر تسوي شيء. هذا ايش يسوي؟ اوكي هذا راح يعطيك الزر هنا، تعطيه كذا، يجي هنا وتعطيه واحدة. اي وصل. لازم تحط الصندوق تحته ولا تحط شيء تحته صح؟ دقيقة لازم نزيد عليه شيء. بس دقيقة هذا الشيء بي طلع لي الزفت. خلا كذا، لا تطيح لا تطيح يا تيس. طيب تعال هنا عشان ما تتدمج. خل نقرا هذا، يبي لي ساعة.
اوكي جالسه يبدون هذه من وقفتها وجسمها بنت انها جالسه تقول هذول اشوف انه يفعلون الدرع ويطمرون داخله ومدري ايش وتفلسف على راسي فاسحب عليها نبغى نحل اللغز هذا بس نحتاج نطيح الصندوق ذاك شايفين او اي شيء نحطه على هذا والله انتم قاعدين تزيدون معليش لا 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 وين نروح في البوابة الصفراء هي هنا كنا فتحة في الجبل صح؟ لا والله ما هي فتحة هي راح اطفي هذا عليهم راح اطب بينهم طفيه على السريع طفيت الدرع طفيت ام الدرع فجرهم شفت في الصبار الله ياخذه هذا يصد الحيوان هذا جالس يصد يا ناس ابلع ابلع انت وياه ابلع اخله اقويه حبه بس السلاح هذا هو اللي يشد هذا يقول لك درع هذا ما يعطيني درع اوكي يلا مين يبغى يضارب خرشني الله يا رجه والله الدامج حقه قوي هذا ذكرني في اوفر واتش يخرب بيتك ها خلصت ام السلاح حقي اوكي تقريبا نوعا ما نظفنا الساحة نبغى نكشف اللغز الان ايش سر الماب هذا خلينا نجرب نطلق هنا ايش صار شايفين ايش قاعد يصير شوف هذه طيب هذه ايش تسوي ايش الفتحة هذه معناتها هذه تطلق شيء في لها الزر يخليها تطلق شيء من فوق او تطيح لنا شيء من فوق هنا ما في اي شيء تحت نشوف بعد ما شلت الدروع عن الكبار ذول اقدر ادخل اوكي نقدر ندخل رجعنا مكاننا صح زي الباركور هذا لا تنشبني تكفى ايوه راح نحاول نسوي الباركور هذا في برميل هنا فوق كفو بس اعتقد راح نحتاج نصبغ احمر زي ما انتم شايفين حاطينه ابيض بس دقيقة عندي لحل الصندوق هذا وين وين طريقة نحن نجي ارمى تحت حجيله هنا ما راح نقدر نسوي اي شيء هنا لابد نطلع فوق شايفين الماب كيف لا لا طيح لا طيح لا طيح شايفين الماب كيف هجولة هجولة مو طبيعية هنا ما استفدنا شيء ما فتحنا شيء هنا تحت فخلونا نرجع نستفيد من البوكس هذا اللي رميناه دقيقة يا إلهي تخيل أموت الله عليك الله على النزول الأسطوري طبعا هذا أعتقد لو يبيلي أصبغ أروح ورا وشغلانة بس راح أحل فيه المهمة هذه قبل كل شيء نوديه هنا راح أحطه هنا فوق بسم الله سوي فوقه كذا لا 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 مو كذا غلط وقف ايوه دقيقة تعال هنا انت تعال هنا تعال يا ابوي فضيلك انا شوف 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 ما لا تاخذوني الساعة 2 في الليل جالس اصور المقطع لا تحملوا انا شو الله يخرب بيتك يا شيخ اعتقد حاطين لي هذه عشان اطلع فوق بعدين احط المكعب تعال هنا يا معفن يا معفن بسم الله يرفع الضغط تحرك زي الناس يا اهبل اهبل كيف يطيح تعال هنا حط هذا فوق لا لا يا تبن لا يا تبن لا 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 تطيح خذ كذا كفايه لا تقول لي لازم اضغط بالبنفسجي ماني فاضي لك اي والله لازم بالبنفسجي جيب 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 نزل البنفسجي هنا تعال انت هنا حطك بالملي راح اخليكم تشوفون المقطع هذا كامل هنا هنا الهجوله هذه عشان تشوفون كيف انا قاعد اتمرمط في اللعبه جيب هذا حطه هنا في النص الله يخرب بيتك يا شيخ اوه صار مهرج اوكي نرمي امه هنا هذا بعدين نرجع له خلونا نحل اللغز اوكي في ازرق هناك زي ما انتم شايفين توني انتبه له معاه شيء اخضر في يده هذا ما راح اقدر استفيد منه اي شيء
ما في اي، خلنا نضرب اشوف، ما في اي فايده. هذه اقدر اضرب من هنا من ورا، هذه ليه ما تكون؟ مستحيل ما يكون لها اي فايده، مستحيل مستحيل مستحيل. الزر اللي عنده ما هو قاعد يتحرك ولا هو قاعد يسوي اي شيء. لا 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 لا، ايش باقي ايش باقي ايش باقي؟ شيء ما جربنا. اوه هذه هنا، هذه هنا، ايش فايدتها؟ هذه اكيد انها ترمي عليه شيء. اوكي يبدو لي انه وصلنا. ها شكلت اوكي، بتقول لي في باركور من هنا ودي عنده. لا والله ما يودي، خلينا نروح له الزر هذا اللي فوق. طيب هذا ما لها اي زر يشغله هنا، يا ليل الشغلان الالف. دقيقه نحط هذا هنا، اتمنى انك توصل فوق يعني، ما احنا فضيلك. اعطيه واحدة بعد. يا خوي كيف الحل؟ انا تعبت منك صراحة. هذا العالم يلف ولا ما يلف دي؟ طبعا بعد ما اخذت بريك وجلست احوس احوس ارفع ضغط اللعبة، طلع السالفة. شوف شوف كيف، بس لو سمعنا كلام ذاك الاحمر من الاول هناك، رجعت له قلت خليني اشوف هذا يمكن عنده حل. طلع السالفه كذا، السالفه البايخه طلعت كذا في النهايه. بس اللهم تستخدم هذا، اختفى هذا، يختفي ايش ساحر ذا ولا ايش؟ فطلعت الشغله تاف. هذا وش فتح لي؟ فتحت باب تحت ولا ايش؟ انا ايش فتحت هذه؟ ايش في منها فايده؟ شوف بس كذا الشغله خلاص. اطمر هنا فوق دقيقه، نجي فوق. الاستهبال الاستهبال. انا اطلع فوق هنا شوي، اسوي كذا خلاص، اعطى هنا بس، واعطى الثالثه هنا خلاص. اطلع هنا، امورك طيبه. هذه شغلناها، لا قلنا هذه خلاص. اوكي طيب رجع كذا، ليش هذه؟ ايوه شو الفايدة؟ اوكي شو الفايدة من العلم هذا؟ شوف الحين بدينا استعباط، الغاز عبط. اوكي اكتشفت شيء رهيب، شوف خلها تيجي هنا، اسحبها عندك. شوف ايه كذا عاد، مو كذا تصير احول، لازم اجربها في هذه. لا 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 مو هذه، رجع 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 هذه، خلت جينا هنا. شوف جيب، من يذكر سوبرا بول او حاجه زي كذا، الكوره اليد اللي زي كذا، هذه ما منها فايده. خلينا نجرب مره ثانيه نجيبها، ايش الفايده منها ما ادري. خلينا نجربها في هذه قبل لا نروح نجربها في كل شيء. ما تكسر هذه، نعطيها واحده ثانيه. القط، يلا خل نروح عند هذا نشوف. اوه هنا شايفين، لازم نجيبها هنا. هذا لابس فريق بس ما ادري شنو، ما افهم الكورة هذه. افتح يا، ايوه خلنا نلقط كورتنا كورتنا. تعال تعالي 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 تعالي. خرب بيتها، جيبها جيبها. ايوه ما نبي نرجع مره ثانيه. اوه صرت اقدر ادخل من هذه، فيك ملعب كرة قدم. انا بالملعب في حارس في دنيا، لا كنا المباراة هنا. لعبوني معاكم، شالوا كورتي تصدقون؟ دقيقة دقيقة جيبها جول. القم، خلينا نجمع هذه، شوف هذا وش يبيع. دمج والله عندي كوينز واجد. ها كسر الدروع، كفو هذا حلو، بس انه يعني هذه الشخصيه ضعيفه اصلا اللي هو مع الدرع. لا 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 لا, لا. هذه 66% اسرع، ما راح احتاجها الان، اعتقد انه ما راح احتاجها الان. الزبده الماب كبير كبير الماب. شوف نجرب هذه، لا فايده. ايش تبوني اسوي هنا الحين؟ ايش تبوني؟ امشي على المهمة؟ يلا امشي على المهمة الزرقاء. جالسين نحوس من اليوم، جالسين نحوس نحل الغاز. اوكي.
هو احتاج كرة صفراء، هذا عنده ولا ما عنده؟ احتاج كرة صفراء. دقيقة، القط لنا واحدة من هنا. طبعا زي ما تشوفون طاير في الهواء. فتحت اختصار، خلص مهمة كذا على السريع، ما سجلتها عشان ما اطول عليكم بزيادة، اللي هي مهمة. دقيقة، ايش قاعد تسوي هنا؟ ايش فيه علق؟ ليك صار يضرب. اوكي، سويت مهمة البنت هذه، سويت لها الزرع هذا، زرعت لها الزرع، قالت لي سوي لي المكان هذا وراح افتح لك اختصار خرافي. هذا هو يوديك ورا ويرجعك هنا. فالاختصارات هذه زي ما انتم شايفين، هذه تفك ازمة بشكل كبير اذا فتحتها، ترجعك بداية الماب وترجعك محل ما وصلت باختصار كذا، تنقز على هذه توديك على طول، فتفك ازمة. فاضطريت اني اخلص هذه. اوكي، والان نتوجه لمهمتنا، نحاول نخلصها، لانه في شباب كثير يبغوني اشتغل على مهمات بس، ما يبغون الاستكشاف والشغلات هذه اللي جانبيه. اوكي، راح اجرب نرمي هذه هنا، اعطيها كذا بس، نكسر هذه، نجيب هذه كذا، نعطيها كذا. باقي واحدة، يخرب بيتك، كيف نجيب هذه؟ هنا لا، انت جالس تسوق العبط علينا. هذه يبغى لها تهدية، مش نضربها بقوة. حتى بالعكس ما قدرت اجيبها، يخرب بيتك. يبيلها وزنية، يبيلها وزنية هذه. دقيقة كذا، نعطيها من فوق كذا. انت تستهبل، انت تستهبل كذا. لا كذا برضو مش مرة، وزن شوي، ركز شوي. ايوه زي اللهب، تفتح يا كلب. تجي يشيلها، لان في شغلة برضو هنا. شوفوا هنا الشغلة هذه، خلونا نخلصها. يجي نحطها هنا، شوف اشتغل لنا هذا. اوكي، هذه يحتاج اللف هذه. الزر حقها اعتقد انه داخل البيت، لانه ما في شيء برا هنا. اذا راح تطلعنا اختصار اعتقد هناك، اشوف داخل البيت هذا. ليش كلامه بالازرق؟ لا تورطنا، يطلع نصاب يغدر فينا. هذا ايش يسوي؟ ايش يشغل هذا؟ شغلت حاجة تصدقون؟ اوه، محل ملابس هذا، ايش؟ ولا مستودع هذا ولا ايش؟ سجن، قلت لكم غشني الازرق، كلامه بالازرق، قلت لكم غشني الحيوان. قال لي تبغى كورة في اجهزة هنا داخل، روح في الامها. خرب بيتك، خدعني. يور ستاين هير، حجزني. والله شكيت من يوم شفت كلامه بالازرق، شكيت ان السالفه فيها خدعه. وقف يا كلب، افتح لي. حبسني الكلب، حبسني، ما اقدر اخذ ملابس. اتهمنا مسجونين، مسجونين. افتح الباب، الحقني، سجني، سجني، الحقني. يعطيني خطه تيس هذا، يقول لي سوي كذا، ما ادري ايش. بعطني هذا سلاح جديد. طيب ايش تبي؟ قلت لي ما تفتح لي يا تيس، يقول لي سو كذا ما ادري ايش. خطة واحد، ترمي هناك. خطة واحد، ترمي هناك، بعدين تسوي كذا. اولي شت، تفجرها. شو ما تخلص كويس، شو فجرها كليك يمين. والله شيء بطل السلاح ذا. طيب اعطوني ملابس، دعمني. سجنت كل شيء. شكرا، شكرا انك فتحت لي اول شيء. هذه الشغله الاولى، ما بدك تفجرها من قريب. خلصت؟ شو؟ لا باقي، بس ليه ما تنفجر هنا؟ شو؟ ايوه تنفجر، يبي لها مسافه شوي بس عشان تنفجر. خليهم يحبسونك في الصندوق هذا بعد. الا اوكي، الامور طيبه هنا، ما نحتاج شيء. اعتقد انه هذا راح يكسر اشياء كثير. لا والله ما يكسر. هنا ليزر وهنا كورة، هذا يطلق ليزر بس انه ما يكسر هذه. ليه؟ المفروض انه يكسر. زبني كوينز هنا، ما ابي كوينز، حبسوني الصراحة. خلني اطلع من هنا، خلني اطلع. هل اقدر اطلع؟ هذول ما يطلعوا، هذول برتقالي. هذا برتقالي، هذا وش هذا؟ اذكره حق حق المغني ذاك، ما ادري شو اسمه، زلفة كبير. اوه شفتك، شفتك.
فجر ابوه فتحنا الباب، فتحنا شيء ورا ما فتحنا شيء، ما خرج من هنا. غشيتون الله يغشكم يا شيخ. هذه تحرك هذه ما تسوي اي شيء، ما تسوي اي شيء. يلا نوجه نوجه على الازرق، يلا يلا سري سري سري. هذه تحتاج نسوي كذا اول شيء، نعطيها كذا، لا نعطيها واحدة كذا، واحدة كذا، لا 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 ركز 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 يا تيس. ايوه سويتها اخيرا. اجلد اجلد على السري السري، في ريحة حريق عندي في الغرفة الثانية، لازم اروح الان واقدر اوقف ستارت الظاهر. في ريحة حرق، في ريحة، في دخان عندي جالس يطلع في البيت. هولي شيت، يلا يلا لازم اوقف المقطع، لازم اوقف المقطع، في شيء يحترق عندي في البيت. شاكر لكم في امان الله.